حلول فصل الربيع برزت في باريس خدمة جديدة تقدم وجبات الطعام لمحبي التنزه في الحدائق الفرنسية، إذ تقوم مود وهي طباخة فرنسية بتحضير أطباق بطلب من زبائنها تحمل أسماء صيفية مرحة كطبق مارسيليا المشمسة أو سلة الشمس. Ces terrasses sont prisées à Paris dès qu'il y a un rayon de soleil, donc autant profiter des parcs parisiens. Donc on s'est dit, bon bah pourquoi pas faire cette offre de panier pique-nique. Les Français sont fans de panier pique-nique depuis toujours. Parce qu'on a des mallettes en plus un petit peu à l'ancienne, mais aujourd'hui il n'y a aucun endroit dans Paris où on peut trouver des paniers pique-niques tout préparés. Donc on s'est dit, bah pourquoi pas le faire ici chez nous. تضع مود ما يلزم من طعام للتنزه في سلة خاصة مصنوعة من القش مع جميع لوازم الرحلة من شوك ومعالق وصحون خاصة، ثم تقوم بإيصال الوجبات إلى أصحابها، وغالبا ما يكون موعد اللقاء مع الزبائن أمام بوابة إحدى الحدائق الباريسية. Ce n'est que des produits frais, que des produits de saison. Donc on a tous les fruits rouges qui sont en train d'arriver, c'est génial, mais c'est que du produit français et frais. ولكي يتعرف الزبون على الشخص الذي يوصل له الطلب، يستخدم الساعي طريقة التعرف من خلال يافطة شبيهة بيافطات التعرف على الأشخاص المستخدمة في المطارات. في عصر انتقت السرعة حتى على الاستمتاع بأوقات فراغنا، تعيد هذه الطريقة إلى الأذهان فكرة التنزه الكلاسيكي الذي افتقدناه في حياتنا اليومية، خصوصاً في فصلي الربيع والصيف. ليث بزاري، العربية، باريس.